تشبع فيها ولا يا مكي شي حوالك؟ نحب نوجه سؤال من أول كان تسمع فيها، علاش بعد 2011 يعني ولا كان الكلام هذا والسبان والشتيمة شوتوا ورجعتونا مع شفا من جزات وما فماش مكاسب؟ هاو سي نزر ما صاروش مكاسب تيلي 23 سنة هو توا الوضع أصلح عمد ولا؟ أي الحمد لله كيف اللي كنت عليه؟ شوف يا سي نزر أنا نحب الشباب ونمي الشباب اللي خرجوا لقاوا شكون واقف بسلاح لكن مخرج اما اللي قاضوا ما فماش سلاح يدج انت تساهم انهم يهددوا على الفلسطينيين الاقرب التسميه ربما عمل استقصائي هو الاقرب مش مهمتي عمل استقصائي انا